there's nobody by my side. ضيفتي هي كابتن فرح احمد. ازيك يا كابتن فرح؟ الحمد لله. ايه اخبارك؟ كويسه الحمد لله. الجهاز اللي انت مميزه فيه هو متوازي يعني. متوازي تمام. قولي لي ابتديتي الجمباز امتى؟ ولو ابتديتيه بدعم من الاهل في الاول، لان هو طبعا عارف ان الجمباز لازم الواحد يبتديه من هو صغير، ايه اللي خلاكي تكملي؟ وانا اولا يعني انا بدات جمباز متاخر شويه، بدأت تقريبا عندي 6 سنين. 6 سنين ده متأخر؟ أما السن المناسب المفروض منين؟ 3 سنين ونص. 3 سنين ونص. اها. واخويا هو اللي دخله لي صراحة. اها. في الأول ما كنتش حباه، بعد كده لما ابتديت أبقى كويسة فيه قلت لا أكمل بس يعني حسيت نفسي كويسة. اها. فرق معاكي في إيه بقى الجمباز؟ يعني أنا بقى حسيت إن ليا هدف، يعني بعمل حاجة عشان مبسوطة مش عايشة وخلاص يعني بس. وخليني أقول برضو إن الجمباز ليه زي ما هو ليه فوائد ذهنية، بقى ليه هدف، ليه فوائد صحية أكيد. يعني أكيد بيسهل عليا في الدراسة، بحيث إن أنا بفهم أكتر كده يعني، بيسهل كتير يعني. فرق معاكي في البنية الجسدية؟ اكيد. هو من الرياضات المميزه جدا في فكره البنيه الجسديه. زي الووتر بولو مثلا، من الرياضات اللي بتدي للعيب بتاعه شيب معين. قولي لي انت بس في حته مهمه اتكلمت فيها، حته الدراسه دي، اخبار الدراسه والرياضه مع بعض ايه؟ فهمت انا الاجابه؟ لا صراحه هي صعبه شويه، بس هي مدرسه بتقدر وكده يعني. هو ده غالبا دايما بيبقى في معسكرات، ما بروحش مدرسه كتير، بس انا بروح على الامتحانات وكده، هم بيقدروا طبعا، بس يعني بتبقى ماشيه شويه، بس صعبه جدا طبعا. محتاجين نعيد تفكيرنا تاني، وازاي اللي احنا نساعد اللعيب في الدراسه والرياضه مع بعض، صح؟ اكيد. الموضوع يعني متهيألي انت كرياضيه مصريه بتواجهي شويه صعوبات في القصه دي. طبعا. يعني التمرين بيبقى كتير قوي. يعني بيبقى كتير قوي، انا مش بارحه يعني، برجع المدرسه اروح التمرين ومفيش وقت اذاكر. التمرين ممكن يوصل لكام ساعه؟ يعني 5-6. للتمرينة الواحدة ولا مجموعة التمرين في اليوم كله؟ لا، ما هو في الدراسة بتبقى تمرينة واحدة. في الدراسة تمرينة واحدة. في المعسكرات بتقعدوا تجزئوا صحابي الليل. في ترتيب معين للتمرين بتمشوا عليه يعني؟ بتقسموا ازاي بقى؟ بتقسموا اجهزة، بتقسموا يعني؟ يعني هو المفروض 3 اجهزة في اليوم، بس بنتمرن في الصيف بنتمرن جهاز الصبح و3 بالليل عشان نتمرن الاربعة. الصبح يبقى مثلا باليه وفيتنس وجهاز، وبالليل 3 اجهزه وفيتنس بس.